شيخ الألباني رحمه الله تعالى. شيخ الألباني رحمه الله تعالى إمام نحسبه والله حسيبه من الأئمة المجددين الذين جددوا وصححوا الأحاديث ونقحوا السنة. هر إمام شابخز تيتشون غرفو قدوسط أهل السنة والجماعة ميايو يجي الله حشكو ميديجا ودوششة تدوغر حديث بيرم بارمج آخر ترزم شبق أمر من شبق أمر زخي غجوة ودشتاش شهد له الأئمة، بل أنه دخل مع أئمة الإسلام الكبار، دخل مع البخاري مع مسلم مع أبو داود مع الترمذي. نعم شن غلط شو آخر يزمان مش آخر قش تخاش يجي جاش تيقع وشحتاش شن غلط شو ألباني زر شكار بامشكو مسلمان خم دي وإمام البخاري إمام مسلم إمام ترمذي آخم يا قطن خاب جوشتا. فكيف يأتي إنسان لا يعرف شيئا عن هذا الرجل، عن جهوده، عن ما صنع للإسلام، ويأتي وتكلم فيه؟ والله لا يمكن أن نتكلم في الشيخ الألباني رحمه الله بأدنى كلمة. داوري قاكو تصف شنغز نشر قاكو ألباني زي قدري يمتصفو يشنغز نسو شتاري يمتصفو أبداوت يبسلحنو يشحق يدجفرة زمي ويتن غي أقم بسافة إيجا ألباني رحمه الله يقوغي شنو. لكن اليوم الذي يريد الشهرة، الذي يريد أن يعرف، لازم يبحث عن عالم من علماء السنة ويطعن فيه حتى يشتهر، فيدخل إلى التاريخ بماذا؟ بالسب وبالشتم والطعن في السنة. نوبة خابزة يا خوخاو غبخان جم تيتخن إيزالي غاوني خويمة يبشر تخام يا دايش قشياتني خويمة إذا ودوش أن غلطش كوتر وبشا خواش وشحاي بشاي وشتاة سكومي دي ماكوري أبي تيبسل تحن شو عزاري أغطل دين شو عزاري أبي يبقيتش تر أشوخ تخم يديج شزخاخ تخم قاتخ أو تخدم زرخ حرا ودى تخور سنة ميزوا وسنة الخزو تاوا بودش. لكن ما هي النتيجة؟ أو ثوا بقريكور أبيشان أن الشيخ الألباني رحمه الله يترحم عليه إلى يوم القيامة. أبي شن قري أبي راشي ألباني رحمة الله عليه يتقم يشغب شقم يتقرأ أخته ألباني وعشهم بشوق في شنو جنة تقري تموك وسعو. وهذا الذي يتعرض للشيخ الألباني رحمه الله بالسب يسب ولا يذكر. ألباني رحمة الله عليه يتصر أي جزاء تخر يزر يزم تخم إيه خجاء تخفخم تخترزخم سنن تيتخم يجي على حشخم زري خيشق ما هو ده تخمش حاجة خيرجم.